الله يعطيكم ملكة جمال الإيمان بالقلب. بدأ يا ابني بدأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خلينا نرفع اسم التصوف عشان اخواننا الوهابيين ونرجع لمصطلح القرآن لأنه هذا ما حدا بيختلف عليه. التصوف يا ابني واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التصوف وإنك لعلى خلق عظيم. التصوف أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. شان ايش اقول تصوف؟ شيل تصوف، قول قرآن وخصل المسألة، وقول السنة وخصل. لكن لا يكون القرآن والسنة فيه كلام فاضي، بدنا يكون فيه حقيقة. وكل ما جانف وجانب وخالف القرآن والسنة هذا كله لا تصوف ولا شافعي ولا حنفي ولا سني ولا شيعي. لنرجع إلى فقه القرآن، لنرجع إلى فقه سيرة النبي، حياة النبي، أخلاقية النبي، لنرجع إلى فقه السياسة النبوية في إقامة الدولة، لنرجع إلى فقه سياسة النبي في وحدة الأمة، لنرجع إلى فقه النبي في انتصاراته في معاركه الحربية، إلى فقه تلامذته الذين قوضوا أربع أمبراطوريات العالم مصر عندهم غير أمبراطورية الصين. فجف معين إيمانهم الحقيقي فوقفت سيرهم وسيارتهم، ولو بقوا على صلتهم بحقيقة الإسلام لكانت الكرة الأرضية أمة واحدة لغتها لغة القرآن وجنسيتها جنسية الإسلام. فأنت يا ابني، أنت طلاب العلم، من جملة مهماتكم تحققوا هذا المعنى، إلى جانب نشيل الفوارق بين المذاهب ونرجع إلى كلمة مسلم وفقط. نشيل سني وشيعي، نشيل صوفي ووهابي. أنا تنازلت عن نقشبندي، عن نقشبندي تنازلت، والشاذي كمان بترجعي يتنازل عشان خاطر إخواننا الوهابيين. أما هن ونحن نتنازل عن ذكر الله؟ طيب رابطة الشيخ كمان نتنازل عنها، لكن نتنازل عن الحب في الله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فطيب إذا أحبيت الشيخ وخطر على بالك صورة الشيخ، إذا حبيت مرتك وزوجتك وإجت صورتها على بالك حرام بصير مشرك؟ وإذا حبيت الوردات وإجوا لبالك في مانع؟ فكيف إذا أحببت شخصا إن ذكرته ذكر الله بذكره وذكر الله برؤية صورته ومشاهدة طلعته، كيف هذا؟ فما نختلف ونتنازع على الألفاظ ونعمل معارك جانبية لغوية، ما لغوية، لغوية سفسطائية لا نخرج منها بثمرة. فالوقت ضيق والعدو الاستعمار والصهيونية العالمية والإلحاد محيط بالعالم كله. فنرجع لأمور لا طائل تحتها. سيدنا علي ومعاوية، شو بدنا بعلي ومعاوية؟ سيدنا علي ومعاوية، سيدنا علي عند الله ومعاوية عند الله، فحكمهم والقاضي بينهم الله. انت الله تاني؟ تركهم لله. انت بدك تعزل الله وتصير انت الحكم؟ اشتغل بمشكلتك. اليهود في لبنان عم يذبحوا المسلمين، مفكر بهدول اكثر لما بمين؟ بمشاكل 1400 سنة. هي اللي يفرح لها الصهاينة والاستعمار والصليبيون والملحدون،
ليشغلونا بتوافه الأمور التي لا طائل تحتها عن حقائق الأمور التي يرتبط بها مصيرنا وإسلامنا وإيماننا ونجاته وسلام العالم.